بالرغم من التطمينات التي تطلقها وزارة الصحة منذ الإعلان الرسمي لظهور وباء الكوليرا في الجزائر وتأكيد الوصاية على بقاء الوضع تحت السيطرة، إلا أن المصالح الصحية لا تزال تجهل المصدر الحقيقي لانتشار المرض. Nous avons dit que les causes réelles de cette épidémie n'ont pas été toutes identifiées. Nous en avons identifié quelques-unes, dont la principale c'est la source de Sidi El Kbir. Nous restons donc en alerte jusqu'à identification de tout ce qui aurait pu engendrer cette maladie. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. تسجيل 221 حالة مشتبه فيها 86 حالة مؤكدة هي آخر الإحصائيات التي كشفت عنها الوصاية في وقت لا تزال فيه 4 حالات ترقد المستشفى. بالنسبة للمستشفى أبو فاريك عندنا 150 سرير والإمكانيات متوفرة. أنت اليوم هنا هذا كاين كاين 4 مرضى راهم أوسبيتاليزي. مع لو تيست رابيد اللي جابوه لنا تاع فيبيرون كوليريك هذا سمح لنا اننا نتحكموا في لو ديانوستيك في زمن قصير. دونك تكون فيها الارقام في اليوم يتغيروا، يدخلوا 10 يخرجوا 5 6 هذا شيء عادي. بقاء مصدر الكوليرا مجهولا الى غايه الان زاد من حاله الرعب والهلع وسط الجزائريين الذين يترقبون بعطش التخلص من هذا الوباء القاتل، فمتى سيتم الوصول الى مصدر انتشار المرض؟